أرجوكم يا سادتي، أنا تكلمت معكم منذ زمن، أنتم لا تستطيعون أن تحاربوا الجيش، الجيش هو أقوى بكثير، ولا تحاولوا أن تزجوا بالشباب إلى المعارك وأن تدخلوا بلدانا غريبة إلينا، فسوف تجعلون من ليبيا مسرحا للقتال ومسرحا للمتأسلمين القادمين من كل العالم. مع الجيش الليبي في حربه على الإرهاب بالدرجة الأولى وتنظيم القاعدة المتواجد في داخل العاصمة طرابلس، وحربه على الميليشيات المتضامنة مع تنظيم القاعدة اللي قاعدة تقاتل الآن. الطرف الليبي موجود عايش بتونس لا أكثر ولا أقل، تعبير على الشرعية الحقيقية ومن هو اللي في جانب الحق لا أكثر ولا أقل. يعني نحن ندعم الجيش ليحمل الشرعية ليدافع على الوطن، والمفروض اللي نتمنوه يعني من كل دول العالم سواء كانت الإقليمية أو الدولية أو العالم بصفة عامة، أن يقف ويدعم هذا الجيش في هذه الحرب كي يتخلص المغرب العربي بكامل من هذا الإرهاب.